استقبال فخامة الرئيس لوزير الدفاع اليوناني، يا ترى هل ترى ليه؟ معانا على التليفون دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بيك يا دكتور حامد. أهلا بيك يا معالي النائب، إزيك؟ نشاطركم الأفراح. ألف مليون مبروك لمصر يا فندم، مظهر حضاري يعني يشرف كل المصريين. والله دكتور حامد، زيارة وزير الدفاع اليوناني واستقبال الرئيس لوزير الدفاع بيأتي كمان في مرحلة شديدة القلق، شديدة الحرج زي ما بيتقال، وإحنا مجموعة شرق المتوسط أيضا كما يعني سبق ووضعها وسنها فخامة الرئيس عن طريق منتدى شرق المتوسط. في رأيك هذه الزيارة إيه سببها؟ إيه سرها؟ إيه دلالتها؟ طبعا هذه الزيارة هي زيارة مهمة جدا من حيث التوقيت، على اعتبار أن هناك تهديدات حقيقية للأمن القومي المصري، وباعتبار مصر جزء لا يتجزأ بل هي الركيزة الأساسية لمنتدى غير شرق المتوسط، وهناك علاقات قوية ورثيقة بين الجانبين المصري واليوناني على كافة المحاور وعلى كافة الاتجاهات، وأيضا هناك تطابق وتوافق في الرؤى بين مصر واليونان في القضية الفلسطينية باعتبارها هي الحدث الأبرز التي تهدد الأمن القومي المصري، وبالتالي هي رسالة واضحة من أن هناك تنسيق وتشاور وتوافق فيما يخص تنفيذ مبدأ حل الدولتين، رفض التهجير القسري لأهالينا في قطاع غزة، في ظل أن هذه التحديات تحتاج إلى موقف دولي قوي، والدولة المصرية منذ اليوم الأول تحركت وبشكل كبير ونجحت في إعادة التوازن مرة أخرى للقضية الفلسطينية والموقف الدولي الذي كان يرى دائما بالازدواجية وبعين الأعور، وبالتالي الدولة المصرية سعت وبكل قوة إلى توحيد وحشد المجتمع الدولي في اتجاه مخططات دولة إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية أو حتى تصفيتها على حساب الدولة المصرية، وهو ما ترفضه بشكل واضح الدولة المصرية، لأن كان في تحركات واضحة منذ اللحظة الأولى تحولت بموجبها القاهرة لقبلة الزعماء والقادة الدوليين، والموقف الأوروبي الآن يا معالي النائب بدأ يخرج بشكل واضح خارج العباءة الأمريكية، وبدأ يظهر موقف واضح وقوي في الفترة الأخيرة. يعني شاهدنا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وده نتيجة يعني مشروع عربي، نتيجة اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، ووافق أكثر من 153 دولة، وبالتالي توحيد المواقف الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح وضد ما تحاول أن تنفذه على واقع الأرض. طيب ده شيء مهم جدا، ده يخليني يمكن في النقطة دي تحديدا يا دكتور حامد أسأل، الموقف يزداد اشتعالا، يزداد تشابكا، الاحتلال الصهيوني لا زال مستمر في مجازره، لا زال مستمر في قصف المربعات السكنية، بل وجرف بعض الأنباء عن جرف للمصابين في المستشفيات ودفنهم أحياء، وأحيانا قنص لمرضى يهربون من المستشفيات بسبب قصف المستشفيات نفسها، فالموقف عمال بيزداد احتقانا. هل العالم مستعد لفوضى في المنطقة؟ يعني هتكون فاتورة اللي بيحدث في قطاع غزة كبيرة جدا على كل دول العالم، لأن ما يحدث في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هي جرائم مكتملة الأرقام، جرائم إبادة جماعية. يعني كان في بالأمس جريمة يعني الأصعب، لا تقل عما حدث في المستشفى المعمداني، لا تقل عما حدث في مستشفى الشفاء، ولكن هي أصعب من ذلك بكثير، لأن الجرافات الإسرائيلية وطبقا لما يقال من وسائل الإعلام تقوم بدفن المواطنين أحياء وجرفهم بالجرافات، صحيح، وأن يقوموا بالسير عليهم بشكل واضح، وده يؤكد على أن هناك خطة ممنهجة من دولة الاحتلال الإسرائيلي. أولا يعني رفض مخطط التهجير، لأن في ضغط دولي حقيقي من كل دول العالم لكي لا تسير إسرائيل في هذا المخطط العدواني، ولكنها تحولت إسرائيل إلى خطة بديلة وهي خطة احتلال شمال قطاع غزة أو محاولة إقامة منطقة عازلة
بطول من 3 ل 4 كيلو متر، وايضا يرتبط المجتمع الدولي، ولكن الرد هنا يصطدم بالاداره الامريكيه وبالرئيس بايدن اللي بيعطي الحمايه الدبلوماسيه الواضحه، لان احنا شاهدنا يعني اخر قرار لمجلس الامن كان فيه احنا بنتحدث عن 15 دوله 13 دوله وافقت، حتى بريطانيا امتنعت عن التصويت يا سياده النائب، والوحيده اللي رفضت وقت اطلاق النار يعني بمعنى منع الحرب ومنع اباده المدنيين هي الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي والان بريطانيا يعني اصبحت الولايات المتحده الامريكيه في الفتره القادمه هي الخاسر الاكبر من استمرار التصعيد الاسرائيلي بشكل واضح، وبالاخص اداره بايدن، وارى ان بايدن بهذه السياسات يكون قد خسر الانتخابات الامريكيه حتى قبل ان تبدا. خاسر خاسر فعلا. خليني الاول اشكرك دكتور حمد فارس استاذ العلاقات الدوليه.